السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الأول الإعدادي. هنحل مع بعض تدريبات يونيت 5 الوحدة الخامسة لسن الدرس الثالث والرابع من كتاب بيت باي بيت 2025. عندي هنا حضرات بيش صفحة 217 و 218. إن شاء الله هنحل التدريبات كلها. طيب شو is the correct answer number 1. Electricity uses a lot of the planet's resources. يبقى طبعا هنا ايه؟ توليد الكهرباء بيستهلك او بيستخدم كثير من مصادر الكوكب، يبقى هنا making. Number two, this historic building، هذا المبنى التاريخي is made of، مصنوع من الماربلز. ماربلز يعني الرخام. Number three, you are likest to all the things this will help the environment. يبقى لورا بتحب تعمل recycle، تعيد تدوير الأشياء القديمة، ده هيساعد البيئة. Number four, basalt is type of، البازلت نوع من الروك، من الصخور أو من الصخر. Number five, saving energy، توفير الطاقة at home، في البيت a difference to climate change، يبقى mix difference معناه يحدث اختلاف لتغير المناخ. Number six, we need more to finish the project، محتاجين more ايه عشان ننهي المشروع ده، يبقى محتاجين more materials، مواد خام كتير. Number seven, the player moved to the، اللاعب انتقل الى during the match، اثناء المباراة، يبقى انتقل الى ايه؟ الى الaudience، المشاهدون. Number eight, ليلى had a head stroke، ليلى عندها ضرب الشمس as of walking، as a result، كنتيجة من المشي for too long in the sun، يبقى as a result يعني كنتيجة للمشي في الشمس لفترة طويلة. Number 9, the sphinx is made of، أبو الهول مصنوع منين؟ من الساندستون، الحجر الرملي. Number 10, earth is the green in the solar system، الأرض هي الجرين بلانيت، يعني الكوكب النظيف في السولار سيستم، في المجموعة الشمسية، يبقى هنا ايه؟ planet. طيب number 11, products are safer for the environment، يبقى هنا ايه؟ الايكو فريندلي products، المنتجات الصديقة للبيئة هي الامنة على البيئة. number 12, we saw many in Abu Simbel temple، في معبد أبو سمبل رأينا كثير من ايه؟ طبعا من الستاتشوز، التماثيل. number 13, where rocks become very hot، لما الصخر يسخن جدا، زي into liquid، طبعا زي ملت، بيذوب الى سائل، يبقى ملت يذوب. number 14, the prefix means to do something again، البداء ايه؟ معناها انك تعمل حاجة مرة اخرى، يبقى ري. number 15, air an is a garden container، حاوية في الحديقة، of food for birds، من الطعام للطيور، يبقى دي اسمها ايه؟ البيرد فيدر. نمبر 16, the verb save يعني الفعل سيف، يوفر او يحافظ. the opposite of the verb هو تضاد او عكس الفعل ايه؟ waste، يبقى سيف يحافظ، waste يهدر. نمبر 17, the weather is today، let's go out، الجو النهاردة هيا نخرج، يبقى الجو هنا ideal يعني مثالي، يعني جو كويس. number 18, please switch the lights before you leave the room، يعني من فضلك اطفي الانوار قبل ما تغادر الحجرة، يبقى switch off. طيب number 19, if you want to get up early، لو عايز تستيقظ مبكرا for work، للعمل، the alarm، يبقى set the alarm، اظبط المنبه on your phone، على تلفونك. number 20, don't touch wires when you hand this or wet، يبقى ما تلمسي electric wires، الأسلاك الكهربائية، عندما تكون يدك وت مبتلة. طيب هنكمل مع بعض يا حضرات حل تدريبات القاعدة اللي عندي هنا. عندي هنا ده بيج صفحة 220 و 221، هنحلها مع بعض إن شاء الله. يبقى ده بيج 220 و 221، 220 و 221. choose the correct answer، طبعا القاعدة شرحت من كتاب المعاصر، تقدر تشوفها. choose the correct answer،
we find these rocks in the bottom of layers of Earth's surface. طبعا احنا قلنا بنستخدم ذا قبل الاسم الفريد من نوع، فالقشره الارضيه دي ما فيش قشره ارضيه ثانيه، هي قشره ارضيه واحده، يبقى ده اسم فريد من نوع، يبقى نستخدم ذا. Number two, many statues from the ancient. يبقى هنا القدماء المصريين مش هنستخدم معاها حاجة، يبقى ايه هنقول ancient Greeks على طول. All made of marble، مصنوعة من المربل، يبقى هنا no article. طيب لو نتكلم على اليونان القديمة، فاسم البلد مش بنستخدم لها أداة تعريف أو أداة نكرة. Number three, there are a lot of pyramids in نو ارتكل على طول، طالما في بلد او اسم شخص يبقى نو ارتكل، مش هنستخدم حاجه. نمبر 4، وي سو اكس ان ذا سو، شفنا هنا ان اوكس بقى ليه؟ ده اسم اول مره يذكر في الجمله فبنستخدم له ا او ان. نمبر 5، اسوان از فيموس سيتي ان ايجيبت، طبعا هنا بناخد ايه؟ ا عشان اول مره يذكر في الجمله كلمه سيتي اهو، يبقى ا فيموس سيتي. طيب نمبر 7، I see moon in the sky at night. هنا the moon عشان the moon اسم فريد من نوع فبنستخدم له ذا. Number 7, he is carrying, هو يحمل a bag. لما اذكر الاسم الاول جملة بستخدم أداة نكرة، لكن تاني مرة بستخدم له ذا. Number 8, giant causeway. طبعا هنا بنستخدم ذا ليه؟ لأن ده اسم فريد من نوع. ممر العمالقة in Ireland is made of stone. Number 9, science is my favorite subject. طبعا هنا no article، ان المواد الدراسية مش بستخدم لها أداة تعريف. Number 10, my friend عادل travel to، هنا بقى the USA، الولايات المتحدة الأمريكية بتاخد تا the USA. Number 11, I don't go to school on no article on Friday، مش بروح في يوم الجمعة، ما ينفعش أقول إيه the Friday ولا a Friday، لا يبقى هنا no article على طول. Number 12, the Sphinx is in جيزة على طول، الأماكن وأسماء الأشخاص مش بنستخدم لها ذا ولا أي أداة تعريف. Do you have cat at home؟ Do you have، هنا بقى أول مرة أذكر الكات فبستخدم A، ده اسم نكرة هنا. هل عندك قطة في المنزل؟ يبقى 13 A. طيب نمبر 14، I always watch films on TV. هنا نو أرتكل، بشاهد على التلفزيون أو في التلفزيون. اختراعات الحديثة. طيب نمبر 15، كاملز ليفينج ديزرت، طبعا هنا بتكلم على الجمال بوجه عام، بقول لك الجمال تعيش في الصحراء فبستخدم نو ارتكل، ما بستخدمش حاجه. نمبر 16، اي نيفر ايت، انا لا اكل، نو ارتكل برضه. ليه؟ لان الاسم الذي لا يعد ما استخدملوش ذا، يبقى ميت على طول. اوكي نكمل مع بعض يا حضرات. هنا عندي نمبر 17، I ate orange it was delicious. يبقى هنا ان عشان اول مره اذكرها. نمبر 18، sky is blue، طبعا هنا the sky عشان هي سماء واحده، يبقى هنا the sky. طيب اسم فريد من نوع. نمبر 2، complete the sentence with the correct form of the word in practice. بلاستيك بوتلز، الزجاجات البلاستيك are a good example. استخدم ايه عشان يبدأ بحرف ساكن. reuse them to make other things. number 2، I live in a village، أعيش في village قرية in Australia. هنا نو article، مش هستخدم حاجة عشان ده اسم بلد. طيب number 3، making electricity uses a lot of planet resources. يبقى the planet resource اسم فريد من نوع. Number 4, sandstone is usually found near the earth's surface. القشرة الكرة الأرضية. My sister likes playing computer games on على الإنترنت. يبقى on the internet اسم معرف. Number 6, there are many rocks in، في كثير من الصخور in the earth crust. يبقى هنا the عشان اسم فريد من نوعه. نمبر 7، our teacher، معلمنا، على طول نو ارتكل هنا، اسم الشخص يبقى هنا مش هستخدم حاجة، نو ارتكل. نمبر 8، my father is a teacher، أبي معلم، a teacher، يبقى هنا أقول له إيه؟ a teacher. نمبر 9، I never eat، أنا مش باكل، طبعا هاخد نو ارتكل هنا.
عشان الميت هنا اسم لا يعد. تعال نشوف محادثة هنحلها مع بعض إن شاء الله. طيب هنا عندي محادثة كومبليز فالونج دايلوج. محمود and مصطفى are talking about how to be eco-friendly. محمود what does eco-friendly mean؟ كلمة eco-friendly معناها ايه؟ طبعا هيبدأ نقول له مثلا eco-friendly it means معناها to help the environment، انك تساعد البيئة، to help the environment كده معنى كلمة eco-friendly. طيب تمام، قال له what should we do to help the environment؟ نعمل ايه عشان نساعد البيئة؟ طبعا هيقول له مثلا you should، هنا قال له save energy، يبقى هنقول له ايه؟ we should save energy، يجب علينا we should save energy، ان نوفر ايه؟ طاقة. طيب how or what can I do to save energy؟ اعمل ايه عشان اوفر طاقة؟ قال له you can save مثلا، هعمل ايه؟ you can save water، ممكن توفر مية، عشان لو انت وفرت ميه كده انت بتوفر طاقه، يو كان سيف ووتر. طيب عرفت منين؟ عشان تحت هنا قال له شورت شاورز. قال له هاو كان اي سيف ووتر بقى، كيف احافظ على الميه؟ هاو كان اي سيف ووتر، ازاي احافظ على الميه؟ قال له خد دش قصير، تيك او يو كان هاف شورت شاورز. قال له ذاتس جريت ايديا، هذه فكره جيده. That's great، هذا رائع. You are right، أنت على حق. You are right. طيب عندي السؤال الثاني، read and complete the text with the word from the list. There are a lot of things in our trash، في كثير من الأشياء في كمامتنا that we can recycle، ممكن نعمل لها إعادة تدوير or أو reuse، نعيد استخدامها at home. بلاستيك بوتلز، الزجاجات البلاستيك are good example، هي مثال جيد. We can reuse them to make other things for example bird feeder، على سبيل المثال نعمل وعاء للطيور or hanging basket، أو سلات المعلقة أو القصيص for plants للنباتات. طيب choose the correct answer. Set the أظبط A to help you get up، عشان تساعدك تصحى الساعة 7:30، يبقى set the alarm، أظبط المنبه. Number 2 try not to electricity or energy، try not to waste، حاول ما تهدرش الكهرباء أو الطاقة. Number 3 A is a container for growing plants، وعاء لزراعة النباتات اسمه ال hanging basket يعني القصيص. Number 4 I always put wheat in the bird، دايما بحط قمح في البيرد فيدر، في وعاء اطعام الطيور، for bird sweet، للطيور علشان تاكله. Number 5 do you have، هل عندك؟ طبعا اورنج، يبقى an orange، لان ده اول مره اذكر الاسم، واحنا قلنا ان ذكر الاسم الاول مره بنستخدم ادوات النكره. طبعا اورنج بدا بحرف متحرك او بدا بحرف متحرك، فبنستخدم an. Number 6 wood floats on the، الخشب يطفو on the a of water، on the surface of water، على سطح الماء. Number 7 لأن surface معناها سطح أو قشرة. I have banana and an apple، I have a banana، معايا موزة وتفاح. Number 8 don't waste a lot of water when you have، ما تهدرش مية وانت بتاخد شاور دش. Number 8 9 عفوا my friend عثمان، طبعا no article، ليه؟ لأن عثمان اسم شخص، مش بستخدم له أداة نكرة ولا أداة تعريف. you can plastic bottles to make new objects، يبقى you can reuse، ممكن نعيد استخدام الزجاجات البلاستيك علشان نعمل أشياء جديدة. طيب بعد كده complete the sentence with the correct form of the word in practice. do you like playing، هل تحب تلعب فوتبول؟ بس ليه؟ عشان فوتبول ده اسم لا يعد، وقلنا الرياضات كلها ما بنستخدملهاش ايه؟ أداة تعريف. طيب نمبر 2 هو از بيست بلاير ان ذا تيم، يبقى هو از ذا بيست، من هو افضل لاعب، مش بيست، لا ده هنا ذا بيست. طيب نمبر 3 اي بلايد جيم 4، لعبت لعبه 4، هنا بقى ناخد ايه؟ ان اور، ليه؟ لان هنا الاس سايلنت، ف
فيعتبر بدأ بحرف متحرك، فبقول أور ولا هور؟ طبعا ده صح أور، فهنا بنطق صوت الأو يبقى ده متحرك فبستخدم ان. نمبر فور، ريفر نايل. طبعا هنا ده أقول زي ريفر نايل، ليه؟ لأن نهر النيل هنا اسم فريد من نوعه، فبنستخدم له إيه حضرات؟ بنستخدم له زي. ده كده كان الدرس الثالث والرابع من كتاب بيت باي بيت. كان معكم مستر محمد، واتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.